مساء الخير. السلام عليكم. يا مرحبا وسهلا، حياك الله. يا مرحبا فيك، حياك الله أستاذي. الله يسلمك يا رب. من معانا؟ محمد البطراني. محمد البطراني، أهلا وسهلا فيك، حياك الله. احنا حابين نتكلم فقط عشان الترند اللي حاصل اليوم، اتوقع الكل اطلع عليه، بتوظيف متدربين شركة مصفات الدخول OQ8 حاليا. فاحنا عندنا حابين نوصل رسالتنا الى الشركة، ونتمنى من خلال منبركم هذا يستمعوا لنا ويتم حل هذا الموضوع وانصاف جميع الخريجين. عطنا نبذة أول شيء عن الموضوع حتى يعني المستمع والمشاهد والمتابع يكون عارف حيثياته. طيب أنا بحاول نوعا ما أختصر الموضوع عشان ما نطيل على المستمعين الكرام. طبعا احنا عددنا تقريبا ما يقارب 181 متدرب أو أكثر في 2019، التحقنا بالتدريب على نفقة شركة مصفات الدخن في هذا الوقت. وقبل التحاقنا بالتدريب طبعا مرينا بمقابلات شخصية، وأيضا اجتزنا اختبارات متعارف عليها دولية. وأثناء بداية التدريب احنا طبعا وقعنا العقد، وكان من ضمن العقد أنه في هناك بند إذا حبيت يعني تطلع من التدريب تدفع تكاليف رسوم التدريب اللي هي 23,000 ريال عمان. لأن قيمة الكورس هذه لكل متدرب كان 23,000 ريال عماني. طيب. فأثناء التدريب كان هناك اجتماعات مستمرة بين فترة وفترة مع إدارة شركة مصفات الدخن OQ8 حاليا. وكنا نطرح تساؤل للشركة بعد التدريب هذا إيش راح يكون وضع المتدربين، فكان يقابلهم بإذن الله الجميع راح يتوظف. طبعا هذا الجواب كان على رأس الرئيس التنفيذي للشركة في هذاك الوقت. بعد الاجتماع هذا نقدر نقول أن الجميع اطمن وأتأمل أنه راح تكون هناك في وظيفة لكل شخص بعد اجتياز فترة التدريب. احنا اجتزنا فترة التدريب اللي هي المفترض كانت 18 ولكن امتدت ل 24 شهر بسبب أزمة كورونا اللي حدثت. بعد فترة التدريب المفترض هناك يكون في تدريب اللي هو الأونجيب ترينيك على رأس العمل. كما وعدتنا الشركة أنه خلال هذا التدريب راح تضيف على العلاوة مبلغ ما يقارب تقريبا 150 ريال، يعني زيادة في الراتب. ولكن تعللت واحتجت الشركة بالأوضاع اللي حادثة الحين في البلد ومنها الأزمة الاقتصادية وكورونا. فمرة ثانية رجعنا وطلبنا اجتماع مع الشركة. أنتم خبرتونا بعد اجتياز فترة التدريب هناك في وظائف لكل المتدربين. فإيش اللي راح يحدث الحين؟ قالوا لنا تفضل نتابع معك. فقالوا لنا موضوعكم لحد الآن ما في أي مستجدات، ولكن أنتوا راح يكون عندكم التدريب المقرون بالتوظيف اللي هو الأونجيب ترينينج. إن شاء الله عطونا هذه المهلة اللي هي مدة 6 أشهر، وبعد ما تجتازوا جميع المقابلات وجميع الاختبارات بإذن الله الوظائف راح تكون موجودة، واحنا جالسين الان يعني نوفر لكم جميع الوظائف ولا تخافوا من هذا. وطبعا هناك كان في وعود كثيره، يعني مثل ما تقول كانهم فرشوا لنا زوليه حمراء واحنا خلاص يعني شفنا انه كل الاوضاع مشت تمام. مع العلم بان في كثير من الشباب حصلوا وظائف اخرى في شركات ثانيه، ولكن بسبب العقد اللي كان يجبرهم انهاء فتره التدريب وما ممكن تطلع من التدريب الا انك انت تدفع تكاليف الرسوم الدراسيه هذه، فما استطاعوا انهم يذهبوا لاي فرصه وظيفيه ثانيه، فكان يعني مثل ما نقول العقد ماسك جميع المتدربين. انهينا جميع المقابلات، رحنا تم توزيعنا على مواقع الشركه المختلفه، انهينا فتره التدريب قبل شهر تقريبا، اجتزنا جميع المقابلات والحمد لله، جميع الاختبارات واختبارات الامن والسلامه، الاختبارات الفنيه، جميع الاختبارات اجتزناها. تفاجأنا بأن هناك ما في أي رد من الشركة بما يخص موضوع المتدربين هذا. طلبنا اجتماع عاجل مع الشركة أنكم يا جماعة الخير احنا استمر تدريبنا لحد الآن 3 سنوات أستاذ عبد الله. نعم. والمتدربين لحد الآن هم ما عارفين وضعهم، فأنتم كل مرة تقولوا احنا نريد مهلة، احنا نطلب منكم وقت إضافي عشان احنا نشوف ايش يصير في 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 موضوعكم. قبل شهر رسلنا رسالة عاجلة لأنه إحنا خلاص نوعا ما اجتزنا جميع المقررات، والجميع الشباب يعني مثل ما نقول نجحوا في الـ في الـ في الـ في الكورس التدريبي، فالآن مفترض إنه
المتدرب يذهب وين بعد ما يتخرج يذهب الى الوظيفه. فطلبنا اجتماع عاجل مع الشركه يتوضح لنا الامر. للاسف كان رد الشركه بان المدراء حاليا في اجازه وبسبب يعني موضوعكم لحد الان ما في اي شيء واضح، ونطلب من عندكم اضافه مده تقريبا ما تقارب الاسبوعين عشان احنا نشوف ايش راح يصير في موضوعكم. نعم. انتم تشعرون انه في نوع من المماطله؟ طبعا في مماطله، لكن هل في اسباب منطقيه لهذا التاخير من وجهه نظر الشركه على اقل تقدير ومن خلال كذلك يعني قربكم منها؟ والله شوف استاذي، احنا لما طلبنا الاجتماع العاجل كنا نتمنى احد من الشركه يمثلهم على الاقل يوضح لنا الاسباب، لكن تفاجئنا بما يعني بانه ولا واحد من الشركه كان موجود في الاجتماع، فمثل ما نقول جاب وسيط من شركه اخرى أنه هو يوصلنا رد الشركة، يعني أقول للمخرجين بأن الشركة تطلب من عندكم مهلة بسبب أنه المدراء الحاليين غير موجودين، يعني أو المسؤولين عن موضوعكم حالياً في إجازة. هي المشكلة مش في الإجازة أو شيء، طبعاً من حق كل موظف أنه يطلع إجازة، لكن إحنا أستاذ عبد الله نتكلم الآن عن 3 سنوات وموضوعنا مجهول. يعني أنت خلال ال3 سنوات هذه هل يعقل ما اتخذت أي قرار بخصوص هذين المتدربين؟ كم قلت لعددكم؟ 181 متدرب 181 او اكثر تقريبا. نعم. طيب طبعا تم صرف علينا لكل متدرب ما يقارب استاذي 40,000 ريال عماني لكل متدرب تم صرفه خلال هذه ال3 سنوات. نعم. انا ليش اسالك اقول لك يعني هل هناك اسباب منطقيه ومقنعه؟ لانه يبدو انه في جديه لاستثمار هؤلاء الشباب، والدليل تدريبهم بمبلغ ضخم. يعني انت تقصد 40,000 تكلفه كل متدرب؟ نعم، 40,000 تكلفة متدرب، كل متدرب ما يقارب 4 مليون ريال عماني. نعم، يعني مبلغ كبير جدا، فبالتالي مبلغ أكبر خسران هي الشركة في حالة يعني عدم توظيفكم، لأنها أنفقت مبالغ ضخمة. وهذا سؤالنا كان للشركة، أنتم الآن أنفقتوا هذا المبلغ الكبير لتجهيز هذه المتدربين أو هذا الشباب. نعم. والآن تقولوا أن إحنا ما عندنا وظائف لكم، يعني في نوعا في شيء من غير المنطقية يعني. نعم. فأصبحنا الآن إحنا يعني للأسف نوعا ما تواصلنا مع الشركة شبه معدوم، حتى لما نطلب معهم اجتماع ما يعني ما في شيء واضح من قبلهم، دائما نطلب مهلة زيادة مهلة زيادة مهلة زيادة. إحنا الأستاذ عبد الله نتكلم عن شركة، يعني هذه الشركة بحجم مصفات الضخم. نعم. الشركة هذه أنا أعتقد أنه لما نتكلم عن 181 يعني متدرب أو 181 خريج، هو ليس بالرقم الكبير. هذه الشركة يعني كان وضع حجر أساسها السلطان هيثم طول الله بعمره والله يحفظه. الشركة هذه تعتبر الآن واجهة البلد. هل معقول بأن شركة بهذا الحجم عندها مشكلة في توظيف 181 متدرب؟ احنا دائما نسمع يعتمد يعني هو يعتمد هل هذا المشروع يعني كما هو مخطط له، ولا في بعض الأمور طرأت عليه. على العموم يعني الرسالة واضحة محمد، لكن خلنا نوجهها من خلالك، لأن نحن بدورنا بننقل هذه الرسالة إلى الشركة وإلى ما هو أبعد كذلك من الشركة، وبنسمع إن شاء الله توضيحهم. لكن والله إذا تسمح لي فقط في دقيقة، إذا تسمح لي. تفضل. إحنا رسالتنا للشركة، وأنا متأكد أنها بإذن الله رسالتنا راح توصل. إحنا عندنا ثقة كبيرة بإدارة الشركة ودائما نسمع عنهم كل خير، ولكن اللي صاير في موضوعنا نوعا ما في شيء من الغرابة ومش واضح. إحنا اليوم يعني ما نطلب شيء إلا حقنا اللي أنتوا وعدتونا فيه اللي هو الوظيفة. اليوم عندك أنت مش 81 متدرب، إحنا نتكلم عن 181 عائلة مهددة بأن تفقد علاوة أو الراتب الشهري، لأنه خلاص يعتبر من هذا الشهر ما في هناك أي علاوة أو راتب شهري لهذا المتدرب. فأنت ما تتكلم فقط عن المتدربين، تتكلم عن المتدربين وعوائلهم. نتمنى منهم وضع حلول بأسرع وقت ممكن. هذا المتدرب جاهز يتدرب لمدة 3 سنوات، جلوسه في البيت حاليا ما راح يقدمه نهائيا، راح ينسى جميع الأشياء اللي تدرب عليه. وغير ذلك تذكرت نقطة بأنه هذا المتدرب صرف عليه مبالغ، ومن الظلم ومن الحرام أن هذا المتدرب يجلس في البيت. إحنا مقدرين جميع الظروف اللي تصير، الشركة عندها مواقع كثيرة وعندها اتفاقيات مع شركة ثانية. ممكن إذا كانت الآن الشركة غير جاهزة أو يعني البناء فيها غير جاهز، ممكن أن تتوزع هذا المتدربين على الشركات الموجودة في المجموعة، وبعد ما تم إن شاء الله يعني التشغيل التقريبي للشركة هذه تأخذ هذا المتدربين وتحطهم عندك في الشركة. إحنا نتمنى منهم رد سريع ورد يكون منصف لجميع المتدربين. هم ما قطعوا العلاوة اللي كانوا يعطوكم إياها طوال الفترة الماضية كلها؟
لأنه كان في عقد استاذي. نعم. كان في عقد والعقد انتهى خلاص يعني. نعم. بعد العقد مفترض نمضي عقد العمل. هذا آخر شهر في العقد كان شهر 12/2021. نعم. شهر 12. نعم. طيب أنت الآن تواجه ضغوط يعني من جانبين، جانب قلقكم على مستقبلكم الوظيفي، والجانب الآخر يخص كذلك هذا المبلغ اللي كنت تتقطع. المشكلة أنه في كثير من الشباب تجاوزت أعمارهم حتى 30 سنة، يعني تخيل ما بالك بشخص تجاوز عمره 30 سنة لحد الآن ما عارف مساره. نعم. الوظيفي. نعم. هذا عنده عائلة، عنده أولاد، إحنا حاولنا هالأشياء والله مرارا وانتكرارا لنوصلها للشركة، ولكن دائما الشركة يعني للأسف ما نجد منها يعني الجواب المرضي، أو مثل ما نقول يعني هم في الأشخاص اللي نلقى لهم قد يكون هم بنفسهم ما عارفين اللي إيش اللي قاعد يحصل. فإحنا نتمنى أن الشركة تتفهم وضعنا، والله إحنا مقدرين. نعم. وما نرضى أي إساءة لهالشركة، هالشركة إحنا نعتبر منها وفيها مثل ما إحنا نعاملهم بكل هذا الاحترام وكل هذا الأدب، ورافضين أي إساءة للشركة. نتمنى من الشركة تأخذ جميع هذه الأشياء بعين الاعتبار وترد علينا أو تعاملنا بنفس هذه الطريقة. نعم، ونحن نسعى معكم كذلك لإيجاد يعني رد. جزاكم الله شاكرين لكم يعني تعاطفكم وتبنيكم لهذا الموضوع. هذا واجب ما تعاطف. شكرا لك يا محمد. بارك الله فيك. شكرا لك. الله يسلمك.